ما تأخذنيش يا راجل يا طيب، نحن قاعدين هنا يعني ومش قاعدين في المكتب. أصل بصراحة المكتب ده بيجيب لي خنقة. هنا براح. أيوة هنا كويس. الله، إيه مالك؟ شكلك كده متقدر ومساهم زي ما يكون راجل اتحرق له زرعه. الحمد لله يا سيدنا، والله إحنا في خير ونعمة وربنا كرمنا. الحمد لله. العرفة يا سيدنا. جزاك الله كل خير يا سيدي. جزانا وإياكم. بس برضه شكلك كده ما هوش عاجبني، في حاجة اتكلم بقى. الواد عاطف ابني يا سيدنا. خير ماله؟ أنا سمعت ما شاء الله يعني إن هو نجح في الثانوية العامة. ويا ريته كان سقط، كان أحسن له. ده جايب مجموع يا سيدنا لا يودي ولا يجيب. يا ساتر يا رب. وده جاب كام في المية ده؟ بيقول 61%. يا سيدي المجموع اللي هو مزعلك ده بإذن واحد أحد هيدخله كلية ماهيش بطالة. بس بينه وبينك الكليات دلوقتي كلها بقت زي بعض، ما عادتش تنفع. علمه لا ينفع وجهله لا يضر. أيوة يا سيدنا، بس كل أب عاوز ابنه يكون أحسن الناس. أحسن الناس دي بتاعت ربنا، ثم إن كل الشهادات زي بعضها، عاملة زي رخصة العربية، المهم إن كل واحد يبقى معاه رخصة. أنا مش عاوزك تزعل وتشيل هم على حاجة ما تستاهلش من أصله، نصيبه كده. أيوة كل شيء نصيب. شو بقى راجل طيب، أنا زعلان منك. معتمد اتبهدل قوي بيتكم. بهدلة عن بهدلة تفرق يا سيدنا؟ وإحنا بهدلة بنتنا في الشارع كانت أشد. عندك حق، الحق حق، لكن هو برضو اعتذر ولسه عندي كلام. أي كلام يا سيدنا؟ يناسبك يا راجل يا طيب، معتمد عريس تتمناه الناس كلها. طب أنت تعرف إيه عن معتمد؟ معرفش، أنا كنت بقابله في الجامع حرما يتقبل الله إزاي الصحة وبس. طب أنا هقول لك بقى كل اللي أنت ما تعرفوش عن معتمد.